اتواصل. زمنك انتهى يا ميمون. لما زمني ينتهي يا عطوة يبتدي زمن الهلفيت اللي زيك. خمسين دراع يا معلم. عارف يا عباس، 50 دراع و100 و1000، لكن كلهم بره جسمي. دراعك يا عباس لازم بقى جوه لحمك. خد مطرح يا عباس. مفيش فتوة بدراع واحد. بس طارق عند عطوة أمانة في رقبتك زي الرجالة والحارة.
رحمه ربنا يدي الحلق للي بلا ودان. بتحب فيه ايه؟ مش عارف. وانتوا مالكم؟ يمكن بتحب الهباب اللي لازق فيه. له في ذلك حكم. يروح للواد بيوم زميله يديله تلميحه بالعزيز يمكن يندم. ايه يا واد انت مش عاجبينك ولا ايه؟ ما تخور اقعد عشان هم افرج عليك الحاره على الصبح. بيومي خد عني يا بيومي. الشغل ده ما ينفعنيش يا محروس. حصل ايه بس يا معلم؟ من طلعت النهار وانت بره ورجع لي قبل الظهر بنص ساعة. مش كنت سارح بلم الشغل يا معلم؟ بتلم الشغل ولا بتحب؟ يعني ما بتردش عليا هاد؟ ما خلاص بقى يا معلم دي سوقي، ما هو جايب الشغل هو اخر حلاوة. فرحتي. ونحاش مين ده هاد؟ ست انشراح الداية ام حميدة. نهارك اسود البعيد. حتى النحاس بتاع بسلامتها النحاس ده مش هيخش دكاني ابدا. ليه بقى يا معلم؟ الست دافعة الفلوس وزيادة. قول كده فاكرك هتقول اخصم من اجرتي. هات جنيه اهو. شوف شغلك. اوعى دقنا هنا وفلاح. اوعى تكون فاكر انها بتحبك بصحيح يا هاد. دي بتضحك عليك عشان تلقى في القرشين اللي بتكسبهم اول باول. ثم هتحب فيك ايه؟ ايش تروح انت صعلوك بين الملوك؟ كفايه يا معلم. رايك انت بتبوق فيا؟ ما خلاص يا معلم ده معكر دمه شويه. صلى على النبي محروس. خلاص يا معلم انا بطلت وعاوز حسابي. عاوز ايه يا اخويا؟ عاوز حسابي. اشمعنى دي اللي مش عاوز تسمعها تسوقي؟ دي سوقي انا معلمك يا. خلاص قرفت منك ومن الشغلانه ومن الحته كلها. بيومي نحاس الست ام حميده تبيضوا اخر حلاوه وش واتنين وتلاته لحد ما المعلم يشوف وشه العكر فيه، وابقى خد لي حسابي من دي سوقي وحصلني على قهوه. حميدة بسارية بنت انشراح الداية لحست عقل الواد. امسك تسوقي. يا خادم سليمان اللي تلبسه تلاقي قدامها كوم عرسان وعندي عقد. عقد اللي تشتريه مني على طول حبيبها يظهر ويبان. وغير كده لا يصدي ولا يتعب. وعارفه بكام؟ بتلاته ساغ بس. بتلاته تعريفه. طب 20 ساغ علشان انا ما احبش الخساره. ثلاثه تعريفه يا اختي ما فيش غيرهم. خد اهو. يلا والله بيع خسرانه بس عشان خاطرك. بيومي الدكانه دي مش هرجعها تاني، والشغلانه دي خلاص ما بقتش بتاعتي. هو انت ليك شغلانه تانيه غيرها محروس؟ ماليش بس مش عاوزها. انا هشوف نفسي في شغلانه تانيه. وهو فين الشغل يا محروس؟ الشغل كتير وهلاقي الشغلانه اللي على مزاجي. شغلانه نظيفه ومستريحه وفلوسها كتير، تعمل لصاحبها قيمة ومركز. كفاية النار اللي كلت صوابعي والرمل اللي هارى رجليا وهباب الحلة اللي عمى عينيا. حلاوة يا ايوه. لا 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 اديله مية. بس عند حميمة هو. يلا المعلم ام عباس وصل وما بيحبش يشوف الحركات الوحشة دي. يلا بعدين بعدين استر. اشكر يا بيه. السلام عليكم. السلام عليكم. يا معلم. يا معلم. يا معلم. نعم يا معلم. عارف فسخاني ما دفعش اهداوة الشهر ده. تفاهم معاه. أمرك يا معلم. الماس محروس. ايه اللي جابك؟
أنا سبت الشغل يا حميدة. لازم اتخانقت مع المعلم دسوقي. من غير ما اتخانق معاه، الشغلانة ما بقتش عجباني. بس أمي هتزعل قوي لما تعرف إنك سبت الشغل. ومين قالك إن هفضل خالي شغل؟ يعني هتشتغل إيه؟ عرباجي ولا قهواجي ولا فران؟ ولا شغلانة من دول هشتغلها. توجتك إيه؟ ناقص تقولي إنك هتشتغل بشكادة في الحكومة. يا حميدة أنا هشتغل الشغلانة اللي تخلينا لايقين على بعض. الناس كلها مستخسرينك فيا، ولازم أوريهم إني أستحق يا حميدة. جوهرة ضاعت يا معلم. حطها وروح. مدبولي. أقول لك عينك بالعظمة دي عاوز تكسر لي أسناني عشان أشرب حليب وترتاح مني؟ ما خدتش بالي يا معلم. خد. نقي اللحمة الطرية وهاتها. السلام عليكم يا معلم. انت مين؟ انا محروس ابن حبيبك المرحوم علي الون. علي الون يبقى ابوك؟ الله يرحمه. اي نعم ابوك كان حبيبي، بس انت شكلك كده سدي نفس عن الاكل. انت بتشتغل في المزبله ولا؟ المرحوم قبل ما يموت قال لي لو اتزنقت او حصل لك مكروه روح للمعلم ميمون ومالكش دعوة. اقعد. انت كلت؟ حتى لو كنت كلت، حتى كلتين، احنا بندفع حاجة. مدبولي، هتأكل وتوصى بيه. أمرك يا معلم، مش كفاية بياكل بلاش، وكمان بيعزم لي ضيوف، ده خرب بيت مستعجل بقى. أنت بتقول حاجة؟ أبدًا يا معلم، ده أنا عاوز أسأله وأجيب له جوهرة ضاني ولا لسان ولا لغلوب. لا كفاية. اسكت أنت. هاتلو تشكيلة. تشكيلة؟ حاضر يا معلم. بعد الغدا نشرب قرعتين بوزة ونتكلم على رواقة. معلم ميمون، أنا خالي شغل. وقبل ما تكون خالي الشغل كنت بتشتغل ايه؟ مبايا ابن حاس. شغالك عند تسوقي. ما انا كنت شغال عند تسوقي. نرجعك تاني. لا يا معلم انا مش عايز الشغلانه دي خالص. انا نفسي في شغلانه تانيه. ومال؟ انت غالي عليا. والمرحوم ابوك كان اكتر من اخويا. انت عاوز تشتغل ايه؟ عاوز ابقى من رجاله المعلم عباس ايله. صعب. صعب ليه يا معلم؟ الناس كلها عارفة ان المعلم عباس صبي من صبيانك، وعارفين انه سابع على كل الناس، لكن قدامك ارنب وكلمتك عليه ماشية، لان انت اللي عملته في تهوة ومعلم. عباس انا اللي مربيه، ده انا في مقام ابوه. وانا عاوز ايه اكتر من كده؟ المعلم عباس يحب النظافة، وانت يعني عدم المؤاخذه معلم ميمون، عدم المؤاخذه، اصل انا لسه سايب دكان المعلم دسوق النهارده، يعني جاي لك بهباب الحلل. بس انا عجبك قوي، ساعه زمن واحده وارجع لك برمس. طب ما بفوت عليا وقت تاني، وربنا يعمل ما في الخير. ربنا يخليك. يلا روح روح. انا عباس هلال، غلطه عمري يوم ما خليته يقعد مطرحي. الله يرحم الفتوى انا من بعدك يا ميمون. ازيك يا حميده؟ ازيك يا واد يا بيوم؟ الله، ايه ازيك يا واد يا بنت؟ نزلي عنه، هتسيبي الجدع النحاس على نافوخه كده. يوه، امال انا بعمل ايه؟ امال فين محروس الوين؟ لا ما محروس خلاص ساب الشغل. ما انا عارفه انه مش نافع. حسابك كام؟ لا محروس خلاص دفع الحساب. لا والله الواد فنجاري قوي. ما انا قلت انه مش فالح. محروس هيشتغل شغلانه تانيه. ايه بقى يا ابني؟ بقول لك ايه يا بنيوم،
ابقى تعالى يا حبة عين، وإن بنت عزيز عليا زي المرحوم ابني بالظبط، وأنا قلت لك من الأول خالص إن الواد محروس ده مفيش منه رجع. إنما اسمتنا بقى هنعمل إيه؟ تنايبة الواد محروس الوني ده؟ خد يا بقى، هيص. هات سجارة. يا محروس انت ناوي تشتغل شيخاره ولا ايه؟ تلاقي انشراح الدايه اشترت له كسوه، ولا يمكن هتخطفه من بنتها. نعم نعمين. ايوه جاي. طلباتك اي خدمه؟ شاي وبوري. مين؟ محروس الوين. ايه دي يا ولد؟ ايه النظافه دي؟ ده انت بقيت ابن زواد خالص. شاي وبوري ومش عاوز كتر كلام. حاضر. انا مالي. بيومي بيومي بيومي. محروس، ايه الابهه دي كلها؟ يا خبر زي بعضه. انا ما عرفتكش. انا هبقى كده على طول. اشتغلت ايه؟ لسه هشتغل. يعني لسه خالي الشغل؟ على العموم انا كلمت لك دسوقي، قلت له سامحه يا دسوقي، راح مسامحك، يعني تقدر تيجي الدكان بكره ولا كأن حاجه حصلت. انت عبيط يا بيومي، حد يرجع للهباب برجليه؟ ها جبت الفلوس؟ اتفضل هات شاي لبيومي. حاضر. اوعى تكون مديت ايدك على حاجه حد محروس. فاشر، دي فلوسي، تحوشت العمر يا بيومي. اللهم اجعله خير. يا اختي طولي بالك، مالك مسروعه كده ليه؟ نعم الحقيني يا ست ام حميده، وهبه مرات عطية الجزار جالها الطلق. ربنا ينتحها بالسلام. حميده خلي بالك من نفسك يا حبيبتي. ضحكتني. ايه اللي انت عامله في روحك ده؟ لا انا هبقى كده على طول يا حماتي. يا مصدي. يلا يا ست ام حميده. طيب يا اختي مالك؟ اتفضل انا جاي على طول. يا ساتر. مين اللي برا؟ يا لهوي، ده محروس. معقول عمايلك دي ياما؟ بتغني حلو قوي يا حميده. طب دور وشك اليوم التانية يا محروس. انا نظري على قد يا حميده. ان شاء الله تكون اعمى برضه. دور وشك. كنت محوشه. بعزعت فلوسك يا محروس؟ مش كفايه الشغل سبته؟ كمان تبعزع القرشين اللي حيلتك؟ ما تخافيش، بكره الفلوس هتبقى في ايدي زي الرز. منين يا حسره؟ من الشغلانه الجديده. وهي فين؟ مش هقولك عليها. ان ما كنتش تقولي هتقولي مين؟ ما انا ما كنتش هقول لحد، بس بكره الحاره كلها هتعرف وكل الناس هتتكلم. حميدة، حميدة محروس الون لازم يشرفك. ابعد ايدك عني. حميدة
عاوزك تطمني على الاخر، تطمني على الاخر. ده انا بغير كاري عشانك. انا عارفه يا محروس بس قلقان. لا ما تقلقيش، استني عليا لغايه بكره وكل الاخبار هتوصل لك. على العموم بكره مش باين. هي امك راحت فين؟ لازم راحت مشوار من مشاورها، بتولد حد. يبقى لسه قدامها كتير. حميدة اقعد يا محروس. عيب جايزون للطب على غفلة. لا الولية لسه قدامها كتير على ما تولد. محروس عيون محروس. محروس يا معلم. بسم الله ما شاء الله. النظافة ما فيش أسهل منها يا معلم ميمون. النظافة مش كل حاجة، في اللي أهم منها ألف مرة. أنا مستعد لكل حاجة يا معلم. الشجاعة قبل النظافة. لا بقى دي موجودة، هي دي كمان هنشتريها زي الهدوم يا معلم. شجاعة، ده انا مليان شجاعة. واهم من الشجاعة القلب الميت. يعني ايه القلب الميت يا معلم؟ دي بقى يقول لك عليها هو اذا قبلك من رجالته. بكرة الصبح تفوت عليا نطب عليه في القهوة وهو بيعمل الاستباحة. بس يا معلم عاوز ايه بقى؟ عاوزك تنور لي سكتي. انت عارف انها مقابلة مهمة وانا عايز ابقى في التمام قدام المعلم عباس. لو عباس ايه لا مد ايده عليك تبوسها وتقول له خدامك، لو حد تاني مد ايده عليك تقطعها. اهلا يا معلم ميمون. سيد الحاره قاعد جوه. خليك قاعد هنا على ما تفهم معاه. حاضر يا معلم. الواد كويس وابوك الراجل عترة، ما انت عارفه وانت محتاج لرجالة. معلم ميمون انت عارف كلمتك سيف ماضي على رقبتي. بس ايه؟ الواد طري على ضمانتي. اجربه عين العقل. ولا محروس محروس في خدمتك يا معلم. قد شغلنا يا واد. وغوي كمان يا معلم. لا يا معلم الواد ده صبي مبيض نحاس. عارفه يا معلم وعاوز يشتغل معانا. تلمع شاش بغاري يا دي واحد منكم. الراجل الشديد لكن في حاجات تانية. أنا تحت أمرك يا معلم.
هجربك الاول، اذا فلحت بقيت من رجالتي، واذا ما فلحتش. عارف يا معلم، عارف، هبقى مسخه ومسخره في الحاره كلها. يا ريت على قد كده وبس. على العموم رقبتي فداك، اللي تؤمر بيه لازم يتنفذ. هتقتل؟ انا جاهز من دلوقتي، بس قول لي اقتل مين، وخبر يكون عندك بعد نص ساعه. حميده بساريه بنت انشراح الدايه. قلت مين يا معلم؟ قلت حميده بنت انشراح الدايه. عارفها ولا مش عارفها؟ عارفها. طب واقف مستني ايه؟ تقتلها وتيجي تلاقي نفسك واحد من رجالتي. غور بقى، انا عاوز المعلم ميمون في كلام تاني. مالك يا محروس؟ لا ابدا، اصل شربت معسل كتير. مالك بتبصلي كده ليه؟ اصلي سرحت شويه. في ايه؟ الظاهر انا وانت هنبقى حكايه يا حميده، بس الله اعلم هتنتهي ازاي. مع السلامه يا معلم. مع السلامه يا معلم. طيب السلامه يا معلم، الف سلامه. معلم عباس، معلم عباس. ايه الحته طلع؟ برافو عليك، اهو كده الرجاله. لا انا لسه ما قتلتهاش يا معلم. امال عاوز ايه؟ قلت لك مش عاوز اشوف خليتك العكره الا بعد تنفيذ الامر. يا معلم بقول عيب لما اقتل حرمه، انا بقول ابتدي بحاجه كبيره تملى العين. اقتل فتوه العطوف ولا فتوه باب الخلق ولا فتوه؟ انا قلت حميده بنت شراح الدايه. معلوم؟ كلامه روايش يا اظهر والماس. الحلو يشتري من الحلو. يا عمدة يا عمدة، يا عمدة على فين يا عمدة؟ تعال خد من عندي. أصحاب الدكاكين غشاشين، إذا كان عندك بنات وعلى وش جواز تعال خد من عندي. وبكام العقد ده؟ على شنك من غير فلوس. مليح قوي. معلم ميمون انا مكسوف منك قوي. انا عارف انك عايش، مش شرط الراجل يخلف راجل. ابوك خلف مره بشنب. انا راجل ونص، انا 10 رجاله في بعض، بس ما اقدرش اقتل حميده. يعني ما لقاش غير دي
ما الحاره مليانه نسوان ورجاله يستاهلوا الذبح في عز الظهر. اشمعنى حميده؟ اكل البيت دي سهل. طول النهار سرحه في الشوارع. تقدر تاكلها سكينه ولا من شاف ولا من دري. يا معلم ميمون. يا معلم ميمون بصريح العباره كده. انا عاوز اتجوزها. اقتلها وما تصغرش نفسك قدام عباس. وبعد كده تقدر تتجوز اي واحده. ما الحرم مليان نسوان. صعب يا معلم. اقتلها. وبعد كده السكك كلها هتبقى مفتوحه قدامك. مش بعيد تبقى معلم كبير. مش ممكن يا معلم. انت فاهم الحكايه لعبه عسكر وحراميه؟ دي عصابه يابا، محوطها الموت، واللي عاوز يشتغل فيها لا يعرف لا حب ولا رحمه. انا بقى بحب. تبقى ما تنفعش. وكمان بصريح العباره احب اقول لك ان انا ما حبيتش ابقى فتوه الا عشان خاطر حميده. هسخم واهدى لي سبيله. يبقى خلاص. ما حصلش نصيب. يبقى خلاص. هو ايه اللي خلاص؟ ايه؟ يعني تبلغ المعلم عباس اني صرفت نظر عن حكايه الفتوانه. خلاص مفيش نصيب. خلاص ما تنفعش. اوامر المعلم عباس لازم تتنفذ. يعني ايه؟ يعني لازم تدفع ثمن غلطتك. ايه؟ ديتها على؟ لا. المعلم عباس ناوي لك على نيه تانيه خالص. ناوي يقلعك ملط ويحلق راسك زلبطه ويدهن جسمك بويه ويزفك في الحار ويسترك بملايه لف وبرقع ويزفك تاني. طب كلمه انت. انت معلمه كبير. ما اقدرش. والعمل؟ انت عاوز تسمع رايي ونصيحتي؟ ايوه. انت مالكش وعد في الحاره طول ما المعلم عباس عايش فيها. الحاره عاوزه رجاله. واللي ما يقدرش ينفذ طلبات الحاره ما يقعدش في الحاره. ما هي مصورة هي أمها والحمد لله. ساتر يا رب. ما نفكها على نفسنا شوية. يا بنتي يا هبلة، ده أنا شايلهم لوقت زنقة. مين؟ أنا محروس يا أم حميدة. ساتر يا رب، وده جاي ليه؟ أنا داخلة جوه شوفي عايز إيه. هات. إيه؟ في إيه يا محروس؟ إدخل. معلش أصل مستعجل شوية. مالك؟ مفيش. أنا كنت قلت لك على الشغلانة الجديدة. استلمتها؟ هستلمها بكرة إن شاء الله. ألف مبروك يا محروس. بس في حاجة محبتش أقول لك عليها. في إيه خير؟ الشغلانة الجديدة محترمة ومكسبها حلو وعليها القيمة. بس فيها سفر. هتسافر يا محروس؟ عشانك يا حميدة. إن شاء الله. إن شاء الله هرجع من السفرية دي غني ومبسوط ومعايا فلوس. وهكون من الأكابر. هتسافر فين؟ بلد كده نسيت اسمها. في الصعيد. مع إن اسمها كان على طرف لساني. وهتغيب كتير؟ كتير ايه بس يا حميدة؟ وانا قادر على ابعادك. ايه مالك يا موكوس؟ مفيش حميدة. الكلام اللي قلتهولك سر مش عاوز حد يعرفه. تصبح على خير يا حماتي. محروس هيغرب ياما. هيغرب؟ قد ايه يعني؟ الله اعلم. عشان تبقي تسمعي كلامي. اكابر الحاره واعيانها دايخين عليك السبع دخان. ايه اللي عاجبك في الموكوس ده؟
الشباب وياما اعيان الحارة عواجيز عاوزين حد يطرقع لهم صوابعهم بالليل. يوجدك قداش. ماشي من الحارة. ليه؟ من غير ليه؟ ومش عاوزك تسألني. إذا ما كنتش أنا اللي أسألك يا محروس، مين اللي هيسألك؟ ده احنا أكتر من الإخوات. عارف يا بيومي، عارف. بس خلاص، أنا ما بقتليش عيشة في الحارة دي. ليه يا محروس؟ عباس قيلة. عملت له إيه؟ معرفش، لكن هو طلب مني اسيب الحتة. هتروح فين؟ مش عارف، لكن لازم ابعد بعيد. انا هعدي البر التاني يا بيومي. واعرف طريقك ازاي يا محروس؟ لما رجلي تثبت في حتة هبقى ابعت لك جواب. شدة وتزول يا محروس. خد دول. وصيتك حميدة يا بيومي، خليك بدل مني لحد ما ربنا يفك الكرب اللي أنا فيه. يسيب الحارة برضو من غير ما يسلم على المعلم عباس؟ لا اصل انا مستعجل شوية. طب تعالى معانا بقى عشان تسلم عليه. مش نكسر اوامر المعلم عباس. اوامري فوق اوامر المعلم عباس. ده كان زمان. زمان ودلوقتي يا راجل. ابوك مطرح ما راح. ايوه يا معلم. انفد بجلدك قبل ما رجاله عباس يتموا عليك زي الكلاب السهرانه. يلا روح. انت
انت نسيت نفسك يا ميمون؟ من النهارده مش عاوز اشوفك في الحاره، عندك البيت والبوظه وبس. اللي يقدر عليا يا عباس يبقى يجيني البوظه. اشمعنى البوظه اللي اخترتها عشان اتحبس فيها؟ يا خساره. صحيح زمن الهلافيت ابتدى. غايب شويه لكن لازم تعتبريه موجود. هو راح فين؟ الرزق يحب الخفيه، وانت عارف ان محروس زي اخويا واكتر شويه، فعايزك تعتبريني زيه تمام. كتر خيرك يا بيوم. يعني انت عارف سكته؟ لسه، لكن هعرف. شغلك هيكون هنا. هنا؟ ايوه هنا. الف مع الحصينه دي؟ لا، انت اللي هتلف في الحصينه، شغلنا سهل. ولا تحب تنقل طمي من على المركب؟ لا، الحصينه كويسه قوي، انا اصلي كمان بحبها. يا بنت الايام بتجري، حرام تضيعي عمرك دايرة في الشوارع كده. كريم طولها هخطفلي عريس. اديني مستنية محروس. محروس ابقى قابليني يا حميدة، اسمعي كلام امك. البت زي الفاكهة، ملهاش سوق الا اذا كانت مرعرعة كده وصبحة. يوه اسمتي كده؟ طب بلاش من الاعياد، ايه رأيك في الواد بيومي؟ يوه ياما، انت عاوزاني ادلل على نفسي؟ يا بنت خايفه عليكي، كل البنات اللي حواليكي ربنا رضي عنهم، وانت حالك مايل ليه؟ انت عارفه. عارفه؟ عارفه ايه؟ ايدك ماسكه. الراجل اللي ما يقدرش يلمك ويكفيكي يغور عن وشك. والله عال، لا انا هصرف عليكي وعليه كمان. ادي اللي كانت ناقصه، اتجوزتها تتاخر، راحت وجابت لي راخر. الله يعينك، انا خارجه. بالسلامه. نشرح؟ لا دي سيجاره كده تفريح، اديها زبون تحيه. افتكرتك ابتديت تضيع فلوسك على الدخان. قول لي واه، انت عملت ايه للبت؟ بنت مين يا ست نشرح؟ بنتي حميده. ولا اتكلت بعقل البت حلاوه يا واد؟ ابقى تعال. الشيشة، الشيشة تسوقي. أنا عاوز أعرف الفلوس اللي عندك هتعملي بيها إيه؟ فيها حاجة لو افتكرتني بشوية منهم؟ الفلوس دي أفتكر نفسي بيها يا حلتم. تفتكري بيها إيه؟ نفسك؟ آه نفسي؟ حرام يعني لما أعطر على راجل يستر عليا وأنا في السن ده. وانا يا اما انت عندك شبابك يرحمك، لكن انا عندي ايه بقى الرجاله تبص لي؟ بس الفلوس اللي عندك فيها من تعبي وشقايا. تعبك وشقاكي هتاخديهم على داير مليم، هما 7 جنيه ما فيش غيرهم. كم؟ 7 جنيه ونص لاجل الحلفان. ال 7 جنيه قفلي على الموضوع ده واجري شوفي مين. اتحرك يا بنت. ال 7 جنيه تعبي وشقايا تشوف بيهم نفسها. ست انشراح موجودة؟ أصلها قالت لي بقى فوت. تعال
اتفضل يا بيوم، ده البيت بيتك. الشاي يا بنتي حميدة. يا ساتر. اهلا 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 اهلا، بيتك ومطرحك. ربنا يجعله عامر. قول اخبار المنايل على عينه ايه؟ مين المنايل على عينه؟ المنايل على عينه محروس الون. ما هو لسه ما فيش اخبار عنه، انما اكيد مؤكد هتوصلني اخبار منه. انا بقى عندي اخبار عنه بسلامته، وبقى هرب من الحاره ولا يمكن هيرجع لها تاني. اصل بقى المعلم عباس طارده، قال انه اتجرأ وقعد قدامه على القهوه وهو حاطط رجله. ما تصدقيش كلام الناس يا ست انشراء. كل اللي اعرفه ان محروس لقى شغلانه تانيه. لا يا شيخ، الشاي. ايه يا بنت ده بترزعي الشاي كده ليه؟ مالك؟ في ايه؟ ماليش، مفيش. اللي ماليش مفيش، الظاهر مش عايز انا اقعد معاكم، انا داخله جوه. الله الله الله، وحيد الله يا استنشراح. جرايه يا حميده، زعل امك ليه؟ استريح استنشراح. لا انا داخله المطبخ اعمل فنجان قهوه اروق دماغي. ملكة حميدة، عاد دورتك ليه؟ مبروك يا عريس الغفلة، عرفت تنقي. أنا عريس؟ مين اللي قال كده؟ طب وهتجوز مين؟ أيوه، أعمل عبيط. اسمع يا بيومي، أنا ما أحبش الراجل اللي يضحك على عقل واحدة ست. ابعد عن أمي. أمك؟ يا خبر زي بعضه، وأمك حد يرضى يتجوزها؟ ده انا متهيألي ملهاش غير عريس واحد يفرش لها شقه في الغفير. يا ساتر. بيومي، تقدر تقول لي جيت هنا ليه؟ جيت على علشانك يا حميده. محروس صاحبك، لما يرجع اقول له ايه؟ معلم ميمون. مين؟ خدامك بيومي صابت سوقي من بيض النحاس. ما اعرفكش. لكن انا اعرفك يا سيدي المعلمين كلها. كل زمن وليه سياد. عاوز ايه؟ عايز اسالك عن محروس الون، فين اراضيه؟ العلم عند الله. طب راجع امتى؟ الله اعلم، قدامه سنين طويلة قوي وجايز ما يرجعش. ما يرجعش خالص؟ معلم ميمون. ايوه. ايه رأيك؟ مش الحي ابقى من الميت؟ والحاضر ابقى من الغايب. اذا كان في حاجة شرك وبينك وبين المحروس، اتكل على الله يا ابني وخدها كلها. الغايب ملوش نايب. ريحت قلبي يا معلم ميمون. صباح الخير يا معلم دسوقي. يا صباح الفل، اهلا يا اهلا. عندك حد اسمه بيوم يا معلم؟ انا. ليه الجواب يا بيوم؟ استنى، في حاجه؟ فايدته ايه الجواب من غير ما تستقرهولي واعرف جاي من ايتها الحته؟ الراسل محروس الوين. اخي العزيز بيومي،
لك مني ألف سلام وتحية، واعلم يا أخي بإني مشتاق ليش. بس أنا بقى هبقى استقرا لوحدي. سلام عليكم. عاوز اخدك بالحضن بس خايف اوسخك. ازيك يا بيومي؟ الشغلانه الاولانيه مش كانت احسن يا محروس؟ كله مكتوب يا بيومي. جيت اطلع فوق نزلت تحت، اهو الدنيا بتلعبني شويه. درويش، ايوه، تعال خد مطرح شويه احسن، معايا ضيف. هتشطف واقعد معاك، وحشني يا بيومي. تعال. وحميدة يا بيومي، أخبارها إيه؟ تمام، صحتها كويسة وعلى العال. والمعلم عباس؟ برضه تمام، صحته كويسة وعلى العال. يعني مش عيان ولا حاجة؟ عباس يعيا؟ ده المرض يخاف منه. معلش، ديته عركة وحد يدينا بوت على نافوخه. انت طيب قوي يا محروس. حد يقدر يهوب ناحيه المعلم عباس إيلة؟ يعني هو كويس؟ ابن حلال واصيل يا بيومي. يا بنت اسمعي نصيحتي، انا عارفه صنف الرجاله كويس، وعايزك تفهمي بيومي انك لا حبيتي محروس ولا عمرك هتحبيه. انتي ناسي يا بنت انه كانوا صحاب؟ ومين قالك ان بيومي مش عارف كل حاجه؟ امال اتدلق مره واحده كده ليه؟ ما انتوا وانتوا بتتكلموا كانت عيني منكم. الجدع مستوي على الاخر، الدور والباقي عليك انتي. ومحروس لما يرجع؟ مش هيرجع، وحتى لو رجع يا حبيبتي اسمعي كلام امك، الستات غير الرجاله. البنت من دول كل ما يزيد عمرها يوم بتطير من ايدها عريس، والرجاله يا حبيبتي يحبوا كل حاجه صغيره، اللحمه البتلو، الفراخ الشمرت، حتى الفجل. الفجل يحبوه ورور. يا ورور انت يا ورور. مع السلامه يا بيومي، وكتر الف خيرك. جميلك ده هردهولك في يوم من الايام. انت اخويا يا محروس، وعيب لما تقول كده. خلي حميده جوه عينيك، ماليش حد اتمنوا عليها غيرك. حميده جوه عينيا يا محروس. واديك عرفت السكه، كل يوم والتاني هكون عندك. السلام عليكم. سلام. محروس كان طردني من امي، لكن انا ما قلتش اه. انت مش كنتوا مع بعض على طول يا حميده؟ وحتى لو كنت قلت اه، هو فين؟ موجود في الهدايه. انا عارف مطرحه وبقابله. وهيرجع امتى ان شاء الله؟ ده حاجه بقى في علم ربنا يا حميده. شوف يا بيومي، اذا كنت عارف مطرحه وبتقابله زي ما بتقول، لما تشوفه قول له انسى حميده يا محروس. كلام ايه ده يا حميده؟ وانا هفضل مستنيه لحد امتى؟ كل يوم والتاني حد يكلم امي علي، اخرهم الواد حسون ابن زينهم اللبان، بس مش عاجبني شكله بيسد النفس. طب وانت ايه اللي كبيرك على واحد شكله بيسد النفس؟ على العموم انا هتكلم مع محروس في الموضوع ده. بتبص كده ليه؟ ما فيش. علم علم. في ايه يا دبشه؟ عطوه في توه العطوف. ماله؟ في زفة فرح يوم الخميس الجاي، وناوي اقدم الحارة. دي مش زفة يا دبشة، ده هتكون جنازة. أنا من زمان نفسي فيه،
ده راجل دهوله متعبي هوا. يشرف يا دبشة يشرف. وانتوا جهزوا نفسكوا عشان قوم بالواجب معاهم مع رجالته. وانا يا معلم. وبالمرة يا دبشة ناخد بطار ميمون عشان يحوش لسانه عنا. اعمل لك همة يا بيومي، لازم نخلص الشغل اللي في ايدينا النهاردة عشان هنقفل الدكان يوم الخميس. ليه يا معلم؟ احنا مش بنقفل يوم الجمعة. انت نايم على ودانك يا واد ومش عارف ايه اللي بيحصل في الحارة. ايه اللي بيحصل؟ يوم الخميس الحارة هتبقى مدام حرب. مدام حرب؟ ليه يا معلم؟ في توة القطوف حالف لا يعدي على راس زفة عروسة من حارتنا، وعباس ايلي حالف انه ما يعتبها. وخد عندك بقى، هتبقى معركة، فاحنا ناخدها من قصيرها ونقفل الدكان اسلم. اللي تشوفه يا معلم. صباح الخير يا معلم. مين؟ حميدة سنيورة الحارة. يا صباح الفل يا صباح الهنا. يعني كنا بنشوفك كتير ايام مصوف الرقبة محروسنا كان بيشتغل هنا. وهتشوفني تاني الايام دي يا معلم، ويمكن اكتر من الاول. بيومي عاوزاك. دقيقة واحدة يا معلم. انا خلاص ما عدتش شايقة كلام امي. مش فاهم يا حميدة. يعني تيجي تكلم امي؟ ايوه بس انا لسه ما كلمتش محروسة حميدة. توظف محروس؟ هذا عيش وملح يا حميدة. عيش وملح، عيش وحلاوة. محروس خلاص، انا مش عاوزة اشوف وشه. مش حميدة بسارية اللي تتجوز واحد جبان هرب من الحارة. فوتك بعافية. لا ايه الحكاية هذا بيومي؟ البطة باين عليها بقت بتاعتك. لا امال انا مفيش ولا بطه بتغواني ليه؟ ما انا مبيض نحاس وقديم في الكار والمعلم بتاعه. حظوظ بقى. خير يا بيومي؟ جيت لي قبل ميعادك. ابدا. اصلك وحشتني. في ايه يا بيومي؟ حميده حصل لها حاجه؟ لا ابدا، علي العال وبتسلم عليك. كل ما هنالك ان امها بتزن عليها عايزه اتجوزها، ولما قلت الحميدة اني عارف طريقك قالت لي اساله. راجع امتى؟ طول ما عباس إلى عايش ما اقدرش ارجع. ده زي الطور مش باين له موت. قول للحميدة شويه صبر، لسه بحوش في الفلوس. ما انت عارف الوليه انشرح الدايه. عارفها، بس عارف حميدة بنتها اكتر. بيومي حميدة بتحبني. كل رجالة الدنيا مفيش حد منهم يملى عينها غيري. قول لها اصبري يا حميدة. طيب، مع رسول الله البلاغ. والحارة أخبارها إيه؟ لغاية دلوقتي كويسة، بس الله أعلم يوم الخميس الجاي هيحصل فيها إيه. فتوت العطوف وتحدي المعلم عباس فتوت حارتنا، والمعلم دسوقي بيقول إن الحارة هتبقى ميدان حرب. الكلام ده الخميس اللي جاي على طول؟ أيوة. ربنا يستر على الحارة. استأذن انا بقى عشان يدوب. مش قادر اقول لك خليك معايا شوية، اصل دي اخر مركب هتعدي البر التاني الليلة. اجي اوصلك؟ لا، وعلى ايه تتعب نفسك؟ ما خلاص عرفت السكة والمراكبية عرفوني. افوتك بعافية. اتفرجنا على العركة في الحارة. أحسن هي العركة
هتكون احسن من اللي احنا فيه. ناقصين فينا حد ياخد خبطه على نفوخه. خليهم ياكلوا بعض. بيومي عيون بيومي، احنا ان شاء الله بقى كده ومن غير مقاطعه هنتجوز امتى؟ اذا كان عليا انا جاهز من دلوقتي، بس المشكل. هو في مشكل؟ ايوه، انت عارف ان انا مسرف شويه، ده انا حتى صارف عليك 3 تعريف النهارده، ومحتاج كام شهر ادبر حالي. يعني مفلس؟ حاجه زي كده. الفلوس موجوده، خد. كل دي فلوس يا حميده؟ جبتها منين الفلوس دي؟ فلوس الولية يا امي، عاوزة تتجوز بيهم، انا اولى، ثم ده تعب وشقاية. طب ولما تعرف؟ تعمل اللي تعمله، انا لا خدت فلوس ولا شفت فلوس. شيلهم عندك، انا سرقتهم بدري قبل ما تطلبني منها علشان ابعد عنك التهم. يا سلام عليك يا حميدة، ده انت هدية من عند ربنا، هتفيسهم. حميدة. اللي يتكلم يتكلم بدراعه. Thank you.
النهارده مفيش حد هيسأل على حد، قولي لها معرفتش ادخل الحرم العركة. وكمان خبيث يخرب عقلك. هتروحوا مني فين؟ الظهر الحركة كانت جامدة أوي أوي، يا ترى مين اللي كسب فيهم؟ دلوقتي نعرف. واد طرزان. ايوه بيومي. مين اللي كسب؟ فتوت حارتنا ولا عطوه؟ عباس ايه لا تعيش انت؟ اتقتل في العركه. مات؟ مات وشبع موت غار وريحنا من شره. في ايه يا بيومي؟ محروس الون راجع الحاره تاني يا حميده. وفيها ايه؟ فيها كتير يا حميده. ده محروس برضه. ثم ما تنسيش انه كان بيحبك قبل مني. وضروري ضروري. ايه؟ انت خايف منها بيومي؟ مش خايف منه، انا خايف عليه. هو اللي حصل بينا شويه ده يهد جبل يا حميده. وانا اللي كنت فاكراك بتحبني. ما انا بحبك يا حميده. وعاوز تسيبني؟ ما انت سبق وسبت محروس. انا معاك لغايه المأذون. بس 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 لازم نفهم محروس الحكايه باللطافه. ده مهما كان صاحبي برضه يا حميده. فيها ايه يعني لما محروس يرجع الحاره؟ كله لمصلحتي. مش فاهم يعني. محروس وهو بعيد كان قدامك عريس واحد اللي هو بيومي، لما يرجع محروس هيبقى قدامك عريسين، اتجهز فيهم. هقول له الف مبروك يا جوز بنتي. جري ياما، مش معقول كده. انا بني ادمه برضو، انت فاكراني ايه؟ جاريه تبيعها للي يدفع اكتر؟ خلاص يا حبيبتي اللي تختاريه، بس مش يمكن فيهم واحد يتنازل للتاني؟ ما هم صحاب. أنا مش فاهمة أنت مستعجلة على جوازي ليه؟ عشان أشوف حالي عن أمك. آه.
انت كده تقدر تفتح محل يا بيومي. اتاري محروس كلبت لها. كل شيء اسمه نصيب، وعلى رأي المثل تبقى بقك وتقسم لغيرك. قتلش عباس، لا قتل عباس واحد من الحارة. عباس اتضرب في ظهره جدعان، وعطوه ما كانش معاه سلاح. دلوقتي الواحد لو مات يموت مرتاح. عمر ما حد كسرني. سمعتوا صرخة عطوه وانا بدب صباعي في عينه؟ وشرف امي واحد قال لي انه سمعها في رمل الدولاب. صباح الخير يا معلم دسوقي. اهلا يا حميده، ازيك وازي امك؟ يلزم اي خدمه؟ كتر خيرك يا معلم، انا عاوزه بيومي في كلمه. كلم يا سي بيومي. مالك يا حميده؟ حصل ايه؟ في ايه؟ انت لازم تيجي تكلم امي النهارده ودلوقتي الامكن. ايه مالك؟ بقول نستنى شوية لغاية ما نشوف. نشوف ايه؟ ملهاش لازمة العجلة يا حميدة، بكرة الصبح هروح لمحروس اتكلم معاها. محروس؟ محروس ماله مالنا؟ اسمع يا بيومي، حيث العبارة كده، انا عاوز الفلوس يا اخويا احطها مطرحها لغاية ما تشوف كل حاجة حواليك كويس. حميدة بقولك ايه، روح انت البيت دلوقتي وانا حاجيلكوا بعد التشطيب. طيب يا بيومي. فلوس اللي عايزاها منك البت دي؟ لا، دول 15 قرش تمن حلق فلسو كنت خدته منها. فلسو؟ شيل. يا محمود اتكلم. شيل انت الخان، مالك ومالهم؟ زي اللي بينك ومالهم طال قديم. مالك يا محروس؟ دماغي بتلف ومش قادر اصله بطولي. روح مدد شويه تحت اي شجر. مين يا اولاد؟ ده جناب البيه المأمور. شاي ولا قهوة يا جناب المأمور؟ حصل حاجة يا جناب المأمور؟ ميمون، فرشة البوظة أحسن لك من برش السجن. أنا راجل شريف، مالكش دعوة بالشرف. تغلطش المعلم ميمون. تبقى أنت الفتوة الجديد. هو يا ميمون؟ هو. النهارده مفيش فتوات. الحتة يلزمها فتوة يحميها. يحميها ولا يسرقها يا ميمون؟ يحميها. يبقى انا فتوة الحتة يا ميمون. انت حكومة وما تنفعش تبقى فتوة. الحكومة تنفع اي حاجة يا ميمون. من النهارده الفتوة هيكون القانون، واللي مش عاجبه الفتوة الجديد يجي وريني نفسه. يلا. القانون بقى فتوى. ضاع زمن الرجاله يا جدعان.
اهلا يا بيومي. عندي اخبار حلوه عشانك يا محروس. طول عمرك جلاب الخير يا بيومي. هترجع الحاره تاني. المعلم عباس عفى عني؟ لا. لازم المعلم ميمون يتوسط لي عنده. اصل المعلم ميمون يحبني ويعزني. ميمون مين؟ عباس إيه مات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إزاي يا بيومي؟ خد كازلك في ظهره في المعركة بتاعت امبارح. طب ساكت. الظالم حتما له يوم يا بيومي. أي نعم. ومسكوا اللي قتله؟ المأمور لا خل ولا بق. الكراكون مليان خل، والأدهى من كده إنه هجم على الحارة النهاردة. والمأمور عاوز يهم الحارة؟ قالوا انه بقى فتوة الحارة. المأمور شخصيا؟ لا، واحد صاحبه اسمه القانون، بس انا ما شفتوش معاه. اخبار حلوة حقيقي يا بيومي. تقدر ترجع النهاردة لو عايز. لا يا بيومي. مش عايز ترجع؟ هرجع، بس مش الايام دي. طب وفيها ايه لما ترجع الايام دي؟ فيها كتير يا بيومي. اهل الحارة مش هيسيبوني في حالي، هيعملوني سليوة، وأنا مش حملي كده. عباس إيلة مات. أي نعم عباس إيلة مات، لكن الحكاوي عمرها ما بتموت. طب وحميدة اللي مستنياك؟ هي لسه مستنياني يا بيومي. أيوة محروس. بلغها تشوف مصلحتها. ايه اللي غيرك مرة واحدة كده يا محروس؟ الشمس. ايه؟ بقول الشمس من كتر ما بتضرب في راسي غيرت كل حاجة في نفوخي. حجاريس حميدة، ابويا راح يصلي العصر يا حميدة. سي احمد ازيك يا حميدة؟ تسلم يا سي احمد. انا عاوزه نص دسه حلقان ودسه غوايش نابليون واربع سلاسل مذهبين، بس بسرعه وحياتك. الله الله، مستعجله قوي كده ليه يا حميده؟ ما الصبر حلو وجميل. حميده انا نفسي اتكلم معاكي كلمتين كده على الوحدينا، على الانفراد يعني. طب اتكلم وانت بجيب الطلبات. ما ينفعش يا حميده انا نفسي ربنا يتوب عليكي من البهدله اللي انت فيها دي. مسيره يتوب، يظهر ان ربنا مش واخد باله مني. استغفر الله العظيم، ده ربنا واخد باله منك قوي يا حميدة، وأنا كمان واخد بالي منك يا حميدة. حميدة أنا خلاص نويت أكلم أبويا في المسألة. مسألة إيه؟ مسألة الجواز، جوازنا يا حميدة. يا أخويا روح هات البضاعة. أما صحيح بالك رايق، هات البضاعة خلينا الحالفة في السوق قبل ما يشطر. حميدة الله، هتجيب غواش الزفت والقطران ولا أقول الحاج لما يرجع من الصلاة؟ الكلام اللي قلته لك جد ومش هزار. الكلام الجد يتقال قدام الناس كلها يا ابن الحاج انيس. مش وابوك بيصلي يا جبان؟ جبان؟ برضه بحبك يا جميل. برضه بحبك يا طعم. حميد. بيومي خضتني يا جبان. خلاص يا حميده، محروس الوين صرف نظر على الموضوع وقالها بالفم المليان، قال لي خلي حميده تشوف حالها. يعني ايه؟ الحكايه مش محتاجه ايها سؤال، محروس الون مش راجع حته تاني. طيب بالليل ابقى تعالى اكلم امي. امك؟ ايه في ايه؟ مال مفيش. مفيش على امك الكلام ده؟
في ايه؟ اصل احمد ابن الحاج انيس الخردواتي مال خرف النهارده معايا يعني كده بكلمتين. خرف؟ خرف يعني ايه؟ قال لي ادبه عليكي؟ لا ابدا، ده حتى كان مؤدب. الله، يبقى الحكايه ما فيهاش تخريف ولا حاجه. انطقي، عايزه اسمع كل كلمه قالها لك. يعني لمح على الجواز. الله اكبر، والله ابواب السماء اتفتحت لك يا حميده يا بنت انشراح، وجالك الغنى والشباب في ساعه واحده، وربنا زح عنك الاتنين اياهم المناحيس. مش مصدقه يا امه. ليه؟ مش من توبه. انا فين وهو فين؟ هو ربنا اداله المال وانتي ربنا ادالك الخفه والجمال. طب وبيومي؟ بيومي جاي الليله. زحلقي ازاي بس يا امه؟ اقول لك خلي الحكايه دي على امك. تشرب شاي يا بيومي؟ ما انا لسه شارب شاي يا ام حميد. حط لك تاني. نتكلم بقى في الموضوع المهم. مهم؟ قصدك يعني موضوع الجواز؟ تمام يا ام حميد. وماله؟ بس انت اسم الله على مقامك جاهز؟ يعني ايه جاهز يا ام حميد؟ يعني معاك مهر وشبكه. دبرت مكان تتجوز فيه ولا ناوي تدخل على البيت في دكان الدسوقي؟ الله، انت كلامك ناشف ليه يا ام حميد؟ ما تكلمي حميده ساكته ليه؟ امي هي الخير والبركه. هو حصل حاجه يا ام حميده؟ ما حصلش يا بيومي، ده انت في عينيا الاثنين. طب ده انا سبق وقلت لك انك في معزه المرحوم ابني. بس الاصول بقى ما تزعلش. شوفي مين يا بت. حاضر. امك فين يا حميده؟ موجود. الحقيقه يا ام حميده عامله معروف، لحسن الوليه على اخرها. ربنا يخلف عليك يا حموده. اسباني وانا جاي وراك على طول. حاضر. الحقيني بالملايه يا حميد. حاضر يام. بقول لك ايه، ناجل الكلام بقى في الموضوع ده الوقت تاني. اديك شايف يعني اللي تشوفيه يا ام حميد. الملايه يام. طيب مستعجل ليه يا بيومي؟ استنى اوزان. أنا ما أقدرش أخلف أمي يا بيومي، وأمي لسه ما قالتش لأ. أمك بتعجزني يا حميدة، وده ما كانش اتفاقنا. أنا راجعت نفسي، لقيتني ما أقدرش أستغنى عن أمي. فيدي ما أقدرش أقول حاجة. بيومي، أنا عاوزة الفلوس اللي عندك يا بيومي. عايزاهم إمتى؟ يعني براحتك. من بكره الفلوس تكون عندك.
وحشتيني يا حميدة. الحمد لله على السلامة. أمال أمال إيه الكلام اللي قاله بيومي ده؟ قال إيه بيومي؟ قال إنك مش راجع تاني. أهو كلام. ما تقعد يا محروس، واقف ليه؟ أمي زمانها جاية، دي حتى هتفرح قوي لما تشوفك. أمك وشها بيتعكر لما تشوفني. حميدة، ليه عملتي كده؟ أنا عملت حاجة محروس. عملت كتير يا حميدة، خليتيني أسيب شغلي وأكل عيشي، غرستيني في الطين، خليتيني أقتل المعلم عباس في دوت الحارة. وأكتر من كده خليتيني أفتكر إن الراجل الوحيد في حياتك، وإنك ما حبيتيش ولا هتحبي حد غيري، وبعد كده خنتيني ومع مين؟ مع صاحبي. خنتيني يا حبيبي. يا ام حميده روح انت يا حموده، مراتك محتاجانك وانت غلبان وحداني. مش ممكن، لازم اوصلك لغايه البيت. ام حميده، نسمي الواد ايه اللي ربنا رزقنا بيه؟ انت اللي لازم تختاري الاسم. عتريس، سميها عتريس على بركه الله. يلا حميده. تكون راحت عليها نومه يا ام حميده. نمت عليها حيطه. انت يا بت يا معشوفه الرقبه. الباب. ايه يا ام حميده؟ يا اخويا البنت مش عارفه جوه حصل لها ايه؟ ايدك معايا. يا رب استر. يا رب. يا حبيبتي يا مسيبتي حميده. يا لهوي يا عمال محروس. قوم نام جوه، قوم للبرد يلحسك. قوم.
في ايه يا بيه؟ مش عارف ايه يا بيومي؟ احنا معانا اذن من النيابه بالتفتيش. فتش الاوضه. افهم ايه اللي حصل بس يا سعاده البيه؟ فلوس مين دي يا بيومي؟ دي أمانة عندي يا سعادة البيه. هاتوه. لو في الحارة فتوة ما كانتش حميدة ماتت. القانون فتوة خايب. الواد بيومي عرت الناس ما عملتش اعتبار لفتوة الحكومة. يا خسارة يا خسارة. فين أيامك يا ميمون؟ هتفضلوا تلفوا لحد ما تموتوا. كلنا بنلف وأنا كمان بلف معاك. هنفضل نلف سوا لحد ما نموت. كل حصان يتعب منكم يقول لي عشان أخليه ياخد راحة. لكن أنا هفضل ألف وأدور. ألف وأدور معاكو. ألف وأدور معاكو. ألف وأدور. ما قتلتهاش. ثلاثة بالله العظيم ما قتلتها. الفلوس دي وصلتك إزاي؟ أنا وهي كنا بنحب بعض واتفقنا على الجواز واديتني الفلوس علشان أشيلهم عندي. ليلة امبارح بس طلبتهم مني. يا بيه حميد الله يرحمها كانت بتحب محروس والحته كلها عارفه ان بيومي صاحب محروس وهي لا كانت لا بتحبه ولا على بالها خالص. مين محروس ده؟ ده لا مؤاخذه كان صابي عندي. اه هو فين محروس ده؟ الله اعلم بيه. بيقول انه عباس قيله طرده من الحاره واللي كان يعرف طريقه هو بيومي بس. انا بيه لما رحت انادي الست انشراح عشان تساعد الوليه مراتي في الولاده كان الواد بيومي هناك. دي كانت عيني لا تعرف حب ولا دياوله. طيب بيومي كان موجود عندكم في البيت بيعمل ايه؟ قال ايه جايب لها اخبار من محروس. اتاريه كان ناوي على نيه سودة. على نيه سودة. في المحروس يا بيومي؟ في البر التاني. شيي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 
اللي شغال ده يلزم خدمة. شيل. هو كان شغال امبارح؟ ايوه بيه كان شغال. شيل. لحد امتى؟ لحد اخر النهار. شيل. وبالليل؟ طول الليل هنا. انت متأكد؟ ايوه متأكد، انا شايفه بعينيا دول نايم بالليل. ليه يا بيه؟ هو عمل حاجة؟ على كلامك ده يبقى ما عملش حاجة. شيل. شيل. انت محروس الوين؟ يس. قدامك يا سعادة البيه. تعرف حميدة بسارية؟ ايه اللي اعرفها بيه؟ اديني شقيان علشانها. الباقية في حياتك. مش معقولة يا سعادة البيه. حميدة اتقتلت. اتقتلت؟ مين اللي قتلها؟ لسه التحقيق شغال، حضر نفسك عشان تيجي معانا. سامحني يا محروس، انا خنت العيش والملح. قتلتها ليه يا بيومي؟ لا ما قتلتهاش، صدقني يا محروس ما قتلتهاش. تبقى ما خنتش العيش والملح. برضو سامحني يا محروس. يلا يلا يلا. محروس مين كان بيحب حميده؟
انت ولا بيومي زميلك وصاحبك؟ ولزومه ايه السؤال ده؟ عشان مصلحة التحقيق. اه اذا كان عشان مصلحة التحقيق اقول لسعادتك الحارة كلها كانت بتحب حميدة. طيب يا محروس، مين كان بيحبها أكتر واحد؟ اللي قتلها. آه، تقصد بيومي. الله أعلم. طيب يا محروس، تقدر تروح تشوف حالك. أنت مفيش فايدة منك للتحقيق أبداً. مع السلامة. خسر عليه، اتقتل مع حميدة. مسكين، خسر حبيبته وصاحبه في يوم واحد. ربنا يستر علينا من صحابنا ومن أهالينا. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم بيومي بخيت عبد الله بالإعدام شنقاً. بريء، مظلوم، مش أنا اللي قتلت حميدة. قولي لي، حميدة فين يا ست؟ ربنا يرحمك زي ما رحمها. بيومي راح فين؟ ما انت عارف يا محروس. بقول لك بيومي راح فين؟ تعال يا محروس، عيب يا ابني تعمل في نفسك كده. رد عليا يا ابني. بيومي خد اعدام. كل واحد بياخد نصيبه يا محروس. ما تعرفش شنقوه ولا لسه؟ العلم عند الله. تعال يا ابني. لا لا يا معلم، انا رايح مشوار. رايح فين؟ رايح لحميده وبيومي. قلت في رب. حميدة حبت بيومي، حميدة حبت بيومي، تعالوا.
محروس.